تحليل بشكل أوفى بالنسبة لتحركات الأسواق العالمية. انضم إلينا من عمان أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في إكويتي جروب. أهلا بك معنا أحمد. يعني أبدأ من حيث انتهت الزميلة رولا فيما يتعلق بأسعار الذهب والانعكاسات الواضحة والإيجابية في تحركاته في هذه الجلسة، والذي يأتي أيضا مع الضغوط على مؤشر الدولار والمبنية بالأصل على التصريحات التي سمعناها من أعضاء الفيدرالي بقرب انتهاء فترة التشديد النقدي بالنسبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي. كيف تقرأ الصورة اليوم؟ نعم، صباح الخير سالي ورولا. نعم، بكل تأكيد الذهب المتحرك الأساسي جراء عمليات رفع أسعار الفائدة أو جراء عمليات تصريحات عن أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى التصريحات الأعضاء سواء كان دالي ميستر بالأمس وبار، ذكروا بأن تجديد السياسة النقدية لوصول لمستهدف التضخم 2% لا يزال مستمر. نعم، بكل تأكيد دور تجديد السياسة النقدية ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في جميع الاقتصادات الكبرى شارف على النهاية. على ما أعتقد عام 2023 قد يكون ذروة أسعار الفائدة، لكن السؤال الذي يبقى في الأذهان إلى متى ستبقى أسعار الفائدة المرتفعة مستمرة؟ هو هنا على ما أعتقد سالي هو السؤال الذي يحرك الذهب من ناحية، وناحية أخرى ما يحركه هو مخاوف الركود. عادت طبعا مخاوف الركود مشتعلة في الفترة الماضية خاصة مع منحنى العوائد، انقلاب منحنى العوائد اللي وصل ل 100 نقطة أساس من عامين إلى 10 أعوام، فبكل تأكيد هو إشارة تقنية لعمليات أو لمخاوف الركود في الفترة الماضية كان قد تعافى بعض الشيء، وهي إشارة أخرى أيضا للركود، لأنه عندما يبدأ بعمليات التعافي من 100 نقطة أساس إلى 80 نقطة أساس تكون هناك بعض المخاوف. طبعا بالإضافة إلى الأرقام الاقتصادية، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والذي يطلع عليه مكتب الأبحاث في البيت الأبيض بشكل كبير جدا، وليس فقط الناتج المحلي الإجمالي، بكل تأكيد دخل مرحلة انكماش قوية جدا لمدة 5 أشهر 6 أشهر متتالية، فبالتالي مخاوف الركود كانت تدفع أسعار الذهب لتسجيل بعض الانخفاضات. لكن عندما نصل إلى نهاية دورة تجديد السياسة النقدية والتصريحات بشكل أكبر عن نهاية دورة تجديد السياسة النقدية، ولما لا أن يكون هناك الحديث بشكل أكبر عن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، فبكل تأكيد يتجه أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات أكبر. على المدى القصير الذهب ممكن أن يصل إلى مستويات 1954 اختبار مستويات تقنية، والتي هي القناة الصاعدة المكسورة، من ثم قد يكون هناك بعض موجة دبابية، موجة هبوطية للذهب في فترة وصولا إلى نهاية دورة تجديد السياسة النقدية. سالي سيد أحمد، أذهب معك إلى الصين. لسه من كم يوم تحدثنا معك على أو قريبا تحدثنا معك على مستويات التضخم الصفرية، وتحدثنا أيضا عن إمكانية دخول الصين في خطة التحفيز، وبالفعل تحركت الحكومة الصينية وتحاول أن تنقذ أكثر القطاعات إراديا يعني أو درا للإيرادات على الجي دي بي. 25% القطاع العقاري بيساهم بالناتج المحلي الإجمالي في الصين. هذه الخطط التحفيزية هل بالضرورة تنعكس على الطلب العالمي؟ بكل تأكيد رولا، عندما نطلع على اقتصاد الصين فبكل تأكيد اقتصاد الصين هو عبارة عن ممر للاقتصادات العالمية أو حتى الأرقام العالمية بشكل كبير. عودة الاقتصاد الصيني، السياسة التسهيلية قد يكون له بشكل أكبر دفع إيجابي بالنسبة للاقتصادات العالمية. الطلب العالمي مهم جدا أن يعود بشكل أكبر، لكن الجدير بالذكر هنا رولا، بما أن هناك أرقام وأسعار فوائد مرتفعة في الاقتصادات العالمية فقد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني. نعم، بكل تأكيد تسهيل السياسة النقدية ليس فقط لاقتصاد أو قطاع العقارات في الصين، مع أنه هو كما ذكرتي يساهم ب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو كتلة تعتبر كبيرة بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد الصيني، لكن بكل تأكيد التصنيع أيضا مهم جدا في الصين. فعندما يكون هناك الطلب العالمي وزيادة الطلب العالمي في الاقتصادات الكبرى وعودة النمو الاقتصادي وعجلة النمو الاقتصادي قد يكون لها دفع وتأثير إيجابي بالنسبة للصين، لكن على أعتقد ليس الآن مع تجديد السياسة النقدية والتجديد القوي والبقاء على دورة تجديدية قوية بالنسبة لأسعار الفائدة. فعلى ما أعتقد النمو سيندفع بالاقتصادات العالمية نحو النطاق السلبي، فبالتالي سوف يكون له انعكاس سلبي للصين، فالتسهيل هو الحل الأمثل بالنسبة للاقتصاد الصيني بكل تأكيد. نعم أحمد، يعني لو تحدثنا اليوم على البيانات الصادرة من الاقتصاد البريطاني والمتعلقة بسوق العمل، الملفت فيها أيضا بالنسبة لمتوسط الأجور والارتفاع فيه، برأيك هذا اليوم إلى أي مدى سيؤثر؟
يؤثر أيضا على معدلات التضخم وتوجهات بنك إنجلترا أيضا لمواصلة رفع الفائدة. على ما أعتقد سالي، بريطانيا الحل الوحيد لها البحث عن الهارد لاندينج. على ما أعتقد فعندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، النمو يندفع ب على ما أعتقد 5/4، ربع كان منهم سلبي عند 0.1% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالنمو قاب قوسين أو أدنى من الدخول للمرحلة السلبية. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية كما ذكرت سالي، ضغوط الأجور وهي ما يعتقد أنها هي السبب الأساسي لأرقام التضخم. أرقام التضخم 8.7%، الأجور عند 7%، عدنا كما كنا في عام 2022 بالنسبة للأرقام الاقتصادية من ناحية بريطانيا. فتجديد السياسة النقدية على ما أعتقد هو على طاولة بنك إنجلترا بكل النواحي من شتى الأرقام الاقتصادية. عندما ننظر لها، الأجور نعم سجل ارتفاعات، حتى بالنسبة لناحية التوظيف كانت البطالة قد سجلت 4% ارتفاع من ناحية أخرى، فقد يكون هناك مزيد من التجديد السياسة النقدية، لما لا أن نصل إلى 6% كما هو متوقع حاليا وما هو يسعره الأسواق بالنسبة للبنك إنجلترا. عندما ننظر إلى تحركات الجنيه الاسترليني عند 1.28 سنت، قد يكون هناك دفع أكبر تقنيا أيضا في مستويات 61.8% للموجة التصحيحية. فعلى ما أعتقد إمكانية الدورة الإيجابية أو الأداء الإيجابي لناحية الجنيه الاسترليني قد تكون واردة بالنسبة للجنيه الاسترليني في الفترة القادمة. طيب أحمد، يتبقى لدينا السؤال اليوم عن حركة الدولار المتراجعة. وجدنا المستفيد ربما عدة عملات، الين اليوم على 140، عندك اليورو على دولار 10-16. هل هذه فقط يعني حدود تحركات على مدى ربما أيام معدودة ومن بعد ذلك سيعود الدولار لقوة بعد ظهور طبعا بيانات التضخم؟ نعم رولا، بكل تأكيد هي بيانات التضخم هي مربط الفرس بالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي. انتظار الأسواق قد يكون بعض الشيء ليوم الأربعاء، قراءة مؤشر أسعار المستهلكين. عندما ننظر إلى الدولار إندكس، مستويات 100 هي تعتبر مستويات نفسية بالنسبة للمستثمرين، فبكل تأكيد مستويات تعتبر قوية جدا، اختبارها على ما أعتقد وارد من ناحية الدولار الأمريكي. عندما ننظر إلى الين الياباني، قد يكون بعض الشيء المخاوف لتدخل بنك اليابان في الفترة الماضية، ليس فقط في دعم عملته لأنه كانت مستويات 145 هي مستويات التدخل لبنك اليابان سابقا في سبتمبر الماضي، لا بل أيضا هناك إمكانية تعديل السياسة النقدية في منحنى العوائد من ناحية عوائد سندات البنك اليابان. فعلى ما أعتقد مستويات 100 للدولار الأمريكي واردة في الفترة الماضية، لكن ثبات هذه المستويات مطلب أساسي لعودة إمكانية ارتفاعات الدولار الأمريكي على ما أعتقد رولا. أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.